إذا دي سيود جواد 22 سنة تحت تصفيقات الجمهور، وهو بطل إفريقيا وصاحب أربعة أرقام قياسية على مسافة البيان 200 متر و 400 متر سباحة أربعة أنواع، وكذلك في السباحة تخصص فراشة. إذا كل أمل معلقة على السباح سيود جواد اللي راح يتواجد إذا في الرواق الرابع، والجمهور وكذلك الجمهور وأيضا الجمهور على الشاشة راح يتابع إذا جواد سيود ليظهر على الصورة. جواد السباح جواد سيود اللي كان كما قلنا حقق احسن توقيت في الفتره السباحيه، هو متواجد في الرواق رقم أربعة، راح يكون محاصر بكل من السباح اليوناني وكذلك السباح البرتغالي. ان شاء الله يا ربي جواد حيكون في الفورمه ان شاء الله، وراح كما يقولوا يخوض سباق رائع ويحسن من توقيته الشخصي ولما كذلك الرقم الدورة. ما شاء الله، يعني أول مرة جواد سيود يتابع من طرف الجمهور على المباشر في مثل هذه المنافسات، هي أول مشاركة لهذا السباح على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نتمنى التوفيق لجواد سيود، فترة إذن للتركيز، والبداية راح تكون باختصاص الفراشة 50 متر فراشة، 50 متر سباحة على الظهر، 50 متر سباحة على الصدر، ثم النهاية تكون بالسباحة الحرة. انطلاقة السباق انتظار صفارة الحكم إشارة انطلاق. إشارة الانطلاق راح يكون سريع الوقت وهيبة، نشوفه كما يقولوا خروج سباح جواد اللي راهو في الرواق رقم أربعة، هو الأول في اللي كان استأنف يعني السباحة. إذن جواد يحاول يلتصق بالسباح البرتغالي اللي راهو في الرواق رقم خمسة، شفنا كان عنده أحسن توقيت مرور الفترة الصباحية في الخمسين الأولى فراشة. حاليا إذن جواد سيود هو اللي يقطع المسافة الأولى بتوقيت قدره 25 ثانية، جزء من المئة في الرواق الرابع، متبوع بالبرتغالي الميدا جابرييل. إذا هذا السباح اللي قلنا يختص في السباحة على الظهر، على الظهر الميدا جابرييل اللي راح إذا هو متفوق ببعض السنتيمترات على جواد سيود. نتمنى عودة موفقة إذا لجواد سيود ليتأخر يعني تقريبا في نفس الخط، في نفس 45 الخط جواد سيود في المركز الثاني واليوناني فاس، ولكن جواد هو قوي جدا في السباحة على الصدر، هو راح يصنع الفارق في هذا التخصص. يلا يا جواد، يلا يا جواد، إن شاء الله يحقق الفارق جواد في السباحة على الصدر، تخصص جواد سيود في هذا في هذه المسافة. ودائما لوبيز جابرييل من البرتغالي يتقدم نوعا ما على جواد سيود. جواد سيود يبقى طبعا يبقى في المركز الأول بعد 50 متر، جواد سيود يبقى في المركز الأول في التنوع الأخير السباحة على الحرة، إذا مع دائما في مراقبة لصيقة إذا لليوناني فاسايوس أندرياس والميدا جابرييل من البرتغال. جواد سيود، جواد سيود الآن يتقدم ببعض السنتيمترات، بعض السنتيمترات جواد سيود وعودة السباح اليوناني، وجواد سيود في آخر المطاف، في نهاية المطاف. إذا جواد سيود، جواد سيود ميدالية ونفس التوقيت للسباح جواد سيود، دقيقة 58 ثانية و83 جزء من المئة، اقترب كثيرا من الرقم القياسي اللي كان في حوزة الأمة أسامة الملولي هدئا. إذا للجزائر على هذه الميدالية الذهبية، كانت متوقعة خاصة بعد التوقيت اللي سجله جواد سيود صبيحة اليوم، وكان وقت المرور يعني وقت الانطلاق في هذا السباق بالرواق الرواق الرابع. جواد سيود إذا ميدالية ذهبية مستحقة.